تطريز فيه تطريز تيتواني وتتحاجر لواء أصل ديالو جزائري. العمامة ما اللي معروفة بها الوجدة، هذا الرزات يجيو من الجزائر القدام، وهذا المصطلح اللي هو نص الجزائري. شنو هو نص الجزائري، او شنو هي الخياطه ديال النص الجزائري؟ هذه الخياطه هذه ما تديموضاش وتنضب، ما تتمشيش، ديما تتبقى، وخياطه رائعه، وخياطه شي حاجه. شنو هي هاد النص الجزائري؟ هي الضفيره. ملي ولا بغينا نكملوا هاد الجزائري ترجع الجزائري، تنزيدوا هاد الضفيره وجوج طراسم، يعني تيولوا عندنا جوج ضفاير تريسنات، ومن الاحسن يكونوا تريسنات رقاق، تجي رائعه. اذا النص الجزائري هي ضفيره، ولا كانوا جوج ضفاير تتسمى جزائري. هذه هي معلومات اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا ميوزيك غناتي الجيريان، لا ميوزيك كلاسيك الجيريان. قدم جمعيه تاسست سنه 1921، كان اسمها الجمعيه الاندلسيه، واسسها محمد بن اسماعيل اللي جا من تلمسان الى وجده لغرض التدريس. بالنسبه للمغاربه، تسميه هذا التراث بالجزيري هو ناتج عن تاثير الجزائر في المغرب، تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب، وخصوصا من تلمسان. والموسيقى الأندلسية الجزائرية الزعيرية العراقية بسبب أن الأماروك يدوس الجيري، الموسيقى الجريان. هم كيغنيو الملحون كثر منا حنا، هما مازال كيوزعوه وكيديروا بزاف. Grand échange بين الجزائر والمغرب. على إثر الاحتلال الفرنسي للجزائر، هاجر عدد من الجزائريين إلى المغرب بحثا عن الحرية، فنقلوا معهم ألوان الطرب الجزائري، واستطاعوا نشره بين الهواة، بل تعليمه لكثير من محترفي الموسيقى بالمغرب. لم يمضي من الوقت غير اليسير حتى ظهر من بين المغاربة من أصبح يجيد الطرب الغرناطي إنشادا وعزفا. بعض المشايخ كانوا يأتون من تلمسان إلى مدينة وجدة لإحياء السهرات. هذا الوجود نتاع هذا التراث في مدينة وجدة هما العائلات الجزائرية اللي متواجدين بكثرة هنا في وجدة. دونك هاد العائلات هما اللي نقلوا لنا هذا التراث اللي حنا كنقولوه غرناطي، ما الأصل ديالو غادي نسميوه أندلسي جزائري. حنا باسكو اوني بروش ان بتي بو دو لالجيرو، غير الكلمات بحال دابا نقولو ملي كنشوف انا شي كلمه الجيريان كنردها، كنحيدها، كنديرها مغربيه، كنديرها مغربيه بالدارجه، مغربيه كنديرها بالدارجه ديالنا باش يفهمونا على حقاش. والجزائريين وكانوا كيجيو من الجزائر، ذاك الاغاني كيجيو المغرب بحال دور بها الشيباني، ولا بحال على الليل لالي، ولا كانش الشعبي ما كان مولوعه بالراي جزائري، يعني واخا مغربي مجدى نعترف بلي الراي من الجزائر، والراي كيتغنى باللهجه الجزائريه. اللهجه ديال الراي الجزائريه سي توتا في نورمال، باسكو لو راي كيتغنى باللهجه الجزائريه. تي في دي راي الجزائريان تريك سي وي، مي اون ا جامي دي كو سيتي با دي راي الجزائريان، جامي دي الكونتر. الراي اغنيه جزائريه. البكبوكه الاصل ديالها ماشي مغربي، وخا تميزت بها المنطقة الشرقية إلا أنها ماشي مغربية. إذن الجزائريين هما اللي مروها لنا بحكم أننا حنايا منطقة حدودية مع الجزائر. عزيز عليهم واحد الماكلة اللي دخلت لنا حنا من الجزائر تسمى البكبوكة. ودابا غادي نشوفوا هذا النوع ديال الحلوى. البقلاوة. أييه بقلاوة أكلة هذه دخلت من الجزائر. نعم. من بنغازي جزائريين، هما اللي جابوها تطوان. ساهل من حيث القطايف انا نعملها، من حيث المطبخ المغربي فيه القطايف، من حيث المهاجرين الجزائريين اللي جابوا لنا القطايف في عام 1730 في مدينه العرائش، ودخلوا العجين تاع البسطيله اللي يسموه دركا ديولو منا، من حيث حنا تعلمنا هذا الشيء من عند الجزائريين. هذا قفطانك محلول، هذه القطعه زوينه، هذه لا بارتي او دومين بوبليك، يعني علاش الاصل ديالها هي من الجزائر. نعم كيقول لك فلان حافظ القصيده الفلانيه راه جا من وهران ولا جا من تلمسان ولا هذا،
خصك تعرض له وتجيبه للدار وتعمل له العرضه وتجلسوا وتاكلوا وتشربوا وتسكنوا لا يكون يعطيك الكلام ويدور معاك القصيده. الوليد مع شحال يعني اللي كانوا المهمين تزاير جاوا عندنا الفاس والوليد ولا عرض عليهم عبد الكريم داني حيت باش تعلم ما كاين حتى شي مويان ما كاين لا في الراديو ولا والو. خصك هذاك اللي حافظ القصيده ولا اللي كتب القصيده تعرض عليه وتعمل له سيدي ومولاي باش اللي يكون يهديه الله في ثلاثة ولا في أربعة الصباح عاد يقول لك واجي يلا واجي حدايا ولا جلس حدايا أنا غنعطيك صافي غنعطيك الكادو ديالي هذاك الكادو. مصطفى السكندراني ولا مع عبد الغني بن القايد اللي كان لوبيغا دالجي ورينا لهم الفن ديالنا ورينا لهم اش كان سواو في الفن اللي ديالهم هو في الأصل. كوكو هو الخصان عنده جذور واصول تركيه فارسيه ومن بعد ملي جاوا العثمانيين للجزائر ودخلوا اولا الجزائر قبل ما يدخلوا المغرب ومن بعد وصل لينا احنا من بعد. من اين اتى القفطان الى المغرب لنشاهد؟ مرور الزمن ومع الاستعمار ديال لي ترك لايجيبت للجزائر دخلتنا الثقافه ديال القفطان. بزاف ديال العائلات تركيا اللي كانت عايشه في الجزائر كانت هاجرت في الاحتلال الفرنسي للجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانيه وتقاليد عثمانيه كتجسد بالخصوص في الطرز ديال بحيث ان القسطان الاصل ديالو الاصل كيرجع للتركيين يعني والترك يعني هما دازوا من الجزائر مخيطه بالجزائري. يبدو أن المذهب الغرناطي القائم بمدينة وجدة تسرب إليها من تلمسان وذلك لأنه لم يثبت تاريخيا وجود عناصر أندلسية هاجرت مباشرة إلى وجدة اللهم ألا أن تكون مجازا عبرته وهي في طريقها إلى تلمسان. الجزائر الموسيقى الغرناطية اللي احنا في صدد أننا إن شاء الله غنحكيو عليها كذلك قدوم بعد الجزائريين بعد العائلات الجزائرية المدينة الرباط العائلة بن غربيت تماما محمد بن غبريت فعلا كان له دور كبير في نشر الطرب الغرناطي. aujourd'hui c'est de la musique غرناطي c'est de la musique on peut dire un peu algérienne un peu algérienne mais bien sûr parce que le Maroc est connu pourquoi. هنايا عندنا المدرسة اللي معروفة في وجدة هي المدرسة التلمسانية نظرا لقرب الجزائر من المغرب ووجدة خاصة كانت يعني ما كتبعدش بزاف